بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نحل النموذج هذا حق التحليل الهندسي جاء العام الماضي. المسألة جدا مباشرة وبسيطة، فقط لازم انت تكون مذاكر كويس وتوكل على الله. طيب، كلما قال لي السؤال اول قال لي انا عندي كتلة قدرها 1 كيلو جرام suspended to a spring force constant، اعطاك الكي 20 نيوتن بير متر. if the mass initially، اذا كانت الكتلة في حالة لسه ما تحركت كان عند ارتفاع قدره صفر وسرعتها كانت 20 متر بير سكن. طيب، اوجد لي ارتفاع الكتلة بعد زمن قدره باي على 4 سكن وتجاهل اي فريكشن فورس. هذا بالضبط زي عندكم في شابتر السكند اوردر سؤال الماس، طلعنا المعطيات. اول شيء لاحظوا معنا، انا حليت السؤال بس راح اشرح عليه. طلعت الكتلة، اذا كانت الكتلة مش بالكيلو جرام تحويها بالكيلو جرام، هنا مريح معطيك الكتلة بالكيلو جرام الحمد لله، وثابت اللي هو الثابت الكي اعطاك اياه 20، وقال لك انيشيالي. من يوم ما تشوف كلمة انيشيالي معناته شروط ابتدائية. قال عندك واي تساوي صفر، واي تساوي صفر عند زمن كم؟ صفر. فكلبت واي صفر تساوي صفر. بعدين قال لك سرعة، ايش يعني السرعة؟ أليست السرعة يا جماعة الخير لما اقول لك اكس المشتق الاكس يعطيك اكس نوت، واكس نوت ليست هي سرعة؟ هنا بس مجرد رموز واي، لما نشتق يعطينا واي داش، والواي داش هي سرعة. فقلت واي داش عند الزيرو عند الزمن زيرو يساوي 20 متر بير سكن. حلو، ابغى ارتفاع الكتلة بعد زمن قدره باي على 4. طيب، طلعت المعطيات وهذا المطلوب. اول سيكون حافظ ايش المعادلة حق السبرينج اللي هي ام واي دبل داش زائد كي في الواي يكوال زيرو، هذا حفظ. واكون حافظ الشكل العام للحل، واي تساوي سي واحد كوساين اوميجا تي زائد ساين تو زائد سي تو ساين اوميجا تي. كمان اكون حافظ معادلة الدبل عبارة عن جذر تربيع لكي على ام. حلو، اعوض مباشرة بالكي عندك 20 والام واحد طلع معاك يساوي 20 ريت بير سكند. ثلاثة خطوات، كن حافظ المعادلة و الجنرال سوليوشن و الاوميجا. بعدين لاحظ معايا، هو معطيني شرطين واي واي داش، فراح اشتق هذه المعادله. لاحظ معي اول شيء قبل ما اشتق مو انا جبت قيمه الاوميجا 20 صح، فاجي اعوض فين؟ في المعادله رقم 2 هذه المعادله الجنرال سوليوشن عن كل اوميجا ب 20. شوف ما سويت شيء، حطيت بدال الاوميجا هذه 20 وبدال الاوميجا هذه 20، هذا بروز المعادله هذه انا حاطها باللون الاسود، هذا الجنرال سوليوشن. باقي الشغل الان اشتق المعادله، هجيب قيمة الثوابت سي واحد وسي اثنين. اشتقاق الواي انا بشتق هذا المعادلة اعطينا واي داش، اشتق سي واحد كوسان 20 تي سهلة، في اسهل من كده؟ ما اقول لك سي واحد كوساين 20 تي اشتق بالنسبة للتي، سي واحد ثابت ضرب مشتق الكوسان بسالب ساين 20 تي، ثم اشتق الزاوية بالنسبة للتي مشتقة العشرين تي بيعطيك بعشرين، فأنا أضرب في 20 فرتبها يصير عندك سالبا 20 سي واحد ساين 20 تي. أوكي، شايفينها كتبتها هنا، ها حاطها بلون أسود. نفس الطريقة اشتق الترم الثاني، اشتقاقها سيعطيك كوساين نفس الزاوية مضروب مشتقة الزاوية، فكتبتها هنا شوفوها. حلو، الآن لاحظ معي عندي شرطين اللي هي واي عند الزيرو يساوي زيرو، واي داش عند الزيرو يساوي 20 متر. هذه لان حط لي الان دائره، هذه عوض بها في المعادله الاصليه، وهذا الشرط الثاني عوض في المشتقه زي الدرس مباشره على طول. هنا طبعا تلاحظوا انه هذا اللي هنا دائما هذا التي وهذا الواي، وهنا التي صفر وهذا الواي داش. يلا يعني في المعادله الاولى عوض عن التي بصفر والواي بصفر. هنا شوفوا، عوض في الطرف اليسار بصفر، هنا متعوض هنا على التي بصفر يطلع الصفر يصير عندك كوساين الصفر بواحد فيطلع عندك سي واحد. شوف في الترم الثاني تعوض هنا على الساين على التي بصفر يطلع معك ساين الصفر صح، هنا ساين الصفر بصفر، في المقدار ده كله راح. واضح؟ بقى عندك ايش؟ سي واحد يساوي زيرو، جبت السي واحد.
أجل الآن في المشترط الثاني حق المشتقة هذه عوض على التي بصفر والواي داش بعشرين، فهي معادلة في هذه المعادلة حطها لكم بلون برتقالي هذه. يلا شوف عوض طرف اليسار الواي داش بعشرين، لما تيجي تعوض لاحظ معايا هنا ساين الصفر بصفر هنا هنا، فالمقدار ذا كله راح. تعوضنا على الساين الكوساين الصفر بواحد يطلع عندك كم؟ عشرين يساوي عشرين سي تو، واضح؟ تعوض مباشر، كلها أسئلة سهلة. أجيب قيمة السي تو أقسم عشرين عشرين كم يعطيك واحد. الآن أجي لاحظ معايا، أجي أعوض عن سي واحد والسي اثنين وين؟ في المعادلة اللي حطها باللون الأصفر هذه. لما تعوض على سي واحد بصفر صفر فالمقدار ده كله ده راح، هذا المقدار كله راح، واضح؟ فصار عندك بقى ايش قيمة السي تو اللي هي كم؟ واحد في ساين عشرين تي، هذه المعادلة النهائية. باقي الآن أعوض، هو قال لي جيب لي ارتفاع بعد الزمن قدره باي على أربعة. فأنت بكل بساطة تجي تعوض هنا في المعادلة هذه عن التي باي على أربعة، بس عشرين على أربعة كم فيها؟ خمسة، خمسة باي، ساين خمسة باي يعطيك صفر، إذن ارتفاع بعد زمن قدره باي على أربعة يعطيك صفر. انتهى السؤال، بس سؤال جدا مباشر. سؤال رقم اثنين، هذا ثلاثة خمسة، سؤال اثنين قال لي حل لي المعادلة هذه. لاحظ معايا هو أعطاك معادلة والطرف اليمين صفر، معناته أول شيء معادلة هوموجينيس. طيب أطلع الآن هي من الدرجة الثانية سكند أوردر، لاحظ معايا مشتقة على مشتقة فيها مشتقة ثانية، طيب مظبوط. بعدين أشوف الكوفيشنت اللي جنب المشتقات، هل هي متغيرات ولا أرقام فقط؟ والله في هنا إكس، هنا في إكس، الحد الثابت على الأخير أربعة، إذا هذا حيكون إيش؟ معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية وهوموجينيس وذات المعاملات الفاريبلز، فاريبل كوفيشنت. راح احتاج اجيب الام، معادله احول معادله لمعادله ايش؟ معادله جبريه ام. لاحظ مع زي ما تعلمنا احتاج اجيب الاي والبي. الاي هو ايش؟ المعامل اللي مع الواي داش، الرقم اللي مضروب في اكس ربيع واحد. والبي هو لاحظ معايا هنا في هذه الحاله اللي هنا في الترم الثاني اللي مضروب في الاكس سالب ثلاثه. طيب كيف تجيب المعادله؟ اول ترم تحول زي ما تعلمنا في الدرس، اقوم بالتحويل اكس تربيع واي دبل داش يعطيك ام تربيع، لو كان في معامل اكتب المعامل ام تربيع. بعدين زايدا الترم الثاني ينضرب فين؟ بس كيف اجيبه؟ اقول بي بي ناقص اي في الام، البي عندك سالب ثلاثة والاي بواحد ناقص واحد كيف يعطيك سالب اربعة ام، شايفينها؟ زايد الحد الثابت له في الواي بس اخذ الرقم بس يساوي صفر. احلها بالاله بيدي باي طريقة، تحليل اقواس طلع معايا قيمتين الام ونفس الرقم مكرر ريبيتد روت، واكون حافظ انا حافظ شكل معايا اذا كان عندك الجدر مكرر اكون حافظ الجواب حق الواي. سي واحد زائد سي اثنين لين اكس مضروبه في اكس اس ام، الام مكرر اكس تربيع. الان لاحظ معايا هو معطاك شرطين، معناته لازم اشتق شرط واي واحد يساوي واحد وشرط ثاني واي داش 1 ايكوال 8، هو يعطيك شروط بكيفه. طيب معنى هذا الكلام، هنا لاحظ معايا اللي جوا دائما اكس، اليمين هو الواي، هنا اللي جوا اكس الواحد وهنا الواي داش 8. لاحظ معايا اول شيء خلينا اشتق المعادله عشان انا عندي شرط في المشتقه، اشتق اي معادله؟ هذه المعادله اللي حنحط عليها الان بسهم اصفر، اشتقاق الواي يعطيك واي داش. انا عندي هنا دالتين، لاحظ معايا هذا القوس يعتبر داله واكس تربيع داله، فاستخدم مشتقه قاعده الضرب. مشتقة الأول السي واحد بصفر ثابت، هنا سي تو في لينكس، سي تو في لينكس، سي تو ثابت، واشتقاق اللين اكس عبارة عن واحد على اكس انضرب في السي تو، هذا مشتقة القوس الأول. شوفوه هنا ضرب الثاني اكس تربيع زائد القوس الأول ينزل زي ما هو، خلينا نمسح بس هذه عشان ايش ما تضيعه. اوكي القوس الأول ينزل زي ما هو، واشتق الترم الثاني، الترم الثاني اكس تربيع شقاقه باثنين اكس. أنا أعوض بالشروط، قال لي هذه الشرط في المعادلة الأصلية نحط عليها بدائرة سوداء، وهذا الشرط الثاني في المشتقة حاط عليها بدائرة زرقاء، خلاص أعوض عن في المعادلة الأصلية عن إكس بواحد والواي بواحد. حلو؟ لاحظوا يعني أعوض وين هنا؟
شوفوا هذا تعويضك هنا. الواي بواحد طرف اليسار، تعوض على اللين هنا، لاحظ معي تعوض عن كل اكس بواحد، لان الواحد بصفر هذه معروفة. فالترم هذا حيروح، يبقى عندك سي واحد انضرب في لما تعوض على اكس بواحد، لان سي واحد في واحد، يعني سي واحد يساوي واحد. واضح يا جماعة الخير؟ مو واضح؟ انا اخذ الشرطة الثانية هذا، عوض فين؟ في المشتقة. وين المشتقة؟ هذه نحط بلون بنفسجي، هذه حاط الآن بلان بدائرة سوداء. تعود مباشرة ثمانية وتعود بقيمة الإكس بواحد، حيطير عندك لأن الواحد بصفر، حيطير عندك هذا الترم، حيبقى عندك هنا واحد في اثنين يعطيك اثنين، يعني سي تي تو زائدا اثنين يساوي ثمانية. حلها سي تو تساوي ثمانية ناقص اثنين كم يساوي ستة. جبت قيمة السي واحد والسي اثنين، تعال عوض مباشرة فين؟ تعوض مباشرة وين؟ في هذا القانون هذا، هذا احطه بدائرة حمراء. اوكي، قيمة السي واحد والسي اثنين بس، والاكسات والات ما تغيرها بس. واضح؟ هذا هو الحل، انتهى الحل. سؤال جدا بسيط، هذا السؤال رقم اثنين. شوف سؤال رقم ثلاثة، وين سؤال رقم ثلاثة؟ هذا واحد. سؤال ترى قال لي حل لي هذه المعادلة نن هوموجينيس. نن هوموجينيس نقسمها، لاحظ معي، أول شيء الطرف اليمين لا يساوي صفر. بعدين أشوف في الطرف اليسار هل المعاملات متغيرات إكسات ولا أرقام؟ أرقام. إذا حنحول أول شيء المعادلة إلى هوموجين، يعني هي خطوتين، نحل مرة كأنها هوموجينيس يعني الطرف اليمين يساوي صفر، وبعدين نطبق إيش؟ الشرط الثاني نجيب الدبليو. سهلة جدا. لاحظ معايا في حالة إنه كان عندك المعاملات هنا أرقام، فنحول أول شيء خطوة رقم واحد نجيب الواي هوموجينيس. كيف؟ هذا لازم يكون حافظ الحالتين، كل اللي هو المعاملات الأرقام والمعاملات متغيرات. إذا كان معاملات أرقام أحولها لمدات واي، زي ما قلنا واي دبل داش تتحول للمدة تربيع، والواي داش تتحول للمدة، والواي تأخذ العدد فقط بس. اوكي، لاحظ معايا واي دبل داش هنا حولتها لمدة تربيع ناقص اثنين ثابت، والواي داش حولتها لمدة، والواي تتحول لواحدة ناقص ثلاثة يساوي صفر. حلها، فك اقواس، تحليل، اطلع قيمتين اللمدة ثلاثة وسالب واحد. اوكي، بما انه الروت مش ما يساوي بعض، تكون حافظ الشكل العام للمعادلة، سي واحد في إيوس لمدة واحد زائد سي اثنين في إيوس لمدة اثنين. أوكي؟ أوكي؟ لمدة إكس، انتبه، إيوس لمدة واحد إكس، هنا الأس إيوس كم؟ لمدة اثنين إكس. واضح؟ حفظ. الآن هذه المعادلة لاحظ معايا، إلى جنب السي واحد أسميه واي واحد. يعني هذا التيرم أسميه واي واحد، وهذا التيرم إيوس سالب سي واي اثنين. أجيب شيء اسمه دبليو محددة. الصف الأول واي واحد، واي اثنين. الصف الثاني مشتقاتهم، نجي نحطهم واي واحد يوز ثلاثة اكس، واي اثنين يوز سالب اكس. اشتق اشتقاق اليوز ثلاثة اكس نفس الدالة، لكن اضرب مضروب مشتقة الوس، يعني كم اضرب في ثلاثة. نفس الكلام الحد الثاني، اشتقاق الاي سالب اكس نفس الدالة، لكن اضرب مشتقة الوس، مشتقة السالب يعطيك ايش؟ سالب اكس سالب واحد. اوكي، بعدين كيف اجيب محل الطرفين في وسط؟ اضرب ده في ده ناقص دا في دا، اي اس 3 اكس في سالب اي اس 3 اكس سالب اي اس اي اس، انا ما اضرب اي اس حاجه في اس حاجه، اجمع الاسس، ثبتت الاي هنا 3 اكس ناقص اكس، يعني الجمع بشارته بيطلع ايش؟ 2 اكس. هذا ناقص القانون هنا برضو، اي اس سالب اكس في 3 اي اس سالب اكس 3 ثابت، اي اس 3 اكس اطرح الاسس، يعني عندك 3 اكس ناقص اكس يعطيك كم؟ 2 اكس. شايفين؟ طلع هذا التيرم. انا نلاحظ معايا برضو اطرح عادي سالب 1 اي اس اكس ناقص 3 اي اس اكس ناقص 3 وسالب 1 كم عندك؟ سالب 4 اي اس 2. عارفين كيف نجمع؟ كيف بنجمع جمع عادي. انا اجيب الواي بارتيكول. الواي بارتيكول يقول لك هو عباره عن تكامل، الترم الاول واي 2 في تكامل، لاحظ معايا واي 1
مضروبة في الآر. الآر يا جماعة الخير هو الترم هذا اللي في اليمين، مقسومة على الدبليو زائد أو ناقص، القانون فيه ناقص، ناقص واي، لاحظ معايا واي واحد تكامل جوا في البص، حيكون عندك واي اثنين مضروبة في الآر مقسومة على إيش الدبليو. قانون نحفظ. تعال تبسط، أول شيء تبسط الجوا. كيف تبسط الجوا؟ مسألة جدا بسيطة. شوف كيف. أول شيء الثابت هذا 12 على سالب طلعه برا التكامل. 12 على سالب كم عندك؟ سالب 3 إيوس إكس، هذه موجودة برا تكامل. إيوس 3 إكس مقسومة على إيوس 2 إكس، عادي جدا. إيش المشكلة لما أقول لك إي أس 3 إكس مقسومة على إيوس 2 إكس؟ أطرح الأسس، إيوس 3 ناقص 2 كم يعطيك؟ 1 إكس، فصار جوا التكامل إيوس إكس. أوكي، زايد أجي في الترم الثاني، لاحظ معايا برضو 12 على سالب 4 طلعته برا التكامل، طلعك سالب 3، وعندك فيه سالب برا، صار زايد 3 إيوس 3 إكس. بعدين أطرح إيوس سالب إكس، أطرح إيش يا مصعب؟ أطرح ذا، حطه بلون أصفر، أو أقسم إيوس سالب إكس على إيوس 2 إكس، أطرح الأسس برضو بنفس الطريقة، إي سالب إكس على إي أس 2 إكس، حطرح سالب إكس ناقص 2 إكس، صح؟ حيطلع معك كم؟ سالب 3 إكس. شوفوا هنا، حلو؟ أنا كامل هذا الترم نزلته، تكامل إي أس إكس وأعطاك إي أس إكس، هذا الترم الأول زائد ده المقدار خليته، تكامل إي أس سالب 3 إكس أقسم على المشتقة الأس، إي أس سالب 3 إكس مقسوم على سالب 3، حلو؟ طبعا لاحظ معايا، اضرب هنا ايوس، لما نضرب سالب 3 في ايوس سالب اكس في ايوس اكس، لما اقول لك ايوس اكس ضرب ايوس سالب اكس، اجمع الاسس، ايوس اكس ناقص اكس يعني ايوس صفر، مظبوط؟ فهذا جاء هنا. بنفس الكلام في الترم الثاني، شوف هنا، طبعا هذا السالب لاحظ معايا الثلاثه تروح مع الثلاثه والسالب يطلع برا، فطلع عندك طلع السالب. بعدين لاحظ معايا ايوس 3 اكس في ايوس سالب 3 اكس، برضو اطرح الاسس اي أس 3 إكس ناقصاً 3 إكس، يطلع إيوس صفر يعني 1، حلو؟ هذا الترم الثاني هنا، خلاص انتهت المسألة، إيوس صفر بواحد مضرب في سالب 3، شوفوها هنا، بعدين ناقص إيوس صفر بواحد، سالب 3 وناقص 1 كم يعطيك؟ سالب 4، هذا الواي بارتيكول، اجمعهم، الواي هوموجينيس هذا هو، لاحظوا معايا اللي باللون الأحمر، زائد الواي بارتيكولر اللي هو طلع سالب 4، بس انتهى الحل بس. واضح؟ في أسهل من كده؟ ما في. طيب هذا السؤال رقم 3. سؤال 4 قال لي جيب لي اللابلاس ترانسفورم. أول حاجة عندك هنا دالتين مضروبين في بعض، أنا ما عندي لابلاس للضرب، لكن عندي هذا نظرية الشفت. أول شيء أدخل، لاحظ معايا أنا عارف اللابلاس حق ذا، إذا كان عندك إي أس حاجة فهذا شفت. لاحظ معايا، أول شيء أدخل اللابلاس على الترم هذا، وبعدين الشيفت هنا الاي دائما اذا كان اي اس حاجه اي تي مضروبه في دال انا عارفها، فهذا الاي هذا شيفت، الشيفت هو استبدل كل اس بعكس هذا الجنب التي اس سالب 3، فاستبدل كل اس باس وعكس اشاره الرقم الجنب التي زائد 3، مظبوط؟ طب كيف احل؟ عادي، اول شيء دخل اللابلاس على الساينش 5 تي، كيف الساينج عبارة عن في المقام اس تربيع ناقص عدد، هذا الـ A ربي يعطيك 25 والبص هو الـ A، حلو؟ بعدين استبدل، بعد ما تجيب اللابلاس للساينج استبدل كل اس بـ زائد 3، فك قوس عندك تربيع زائد 3 تربيع ناقص 25، انتهى الحل. تبي تفك القوس هذا انتهى وخلاص كده حلك انتهى بس. فقرة الثانية قال لك جيب اللابلاس 3 ناقص 2 يونت ستيب. يونت ستيب لازم تكون حافظ اللابلاس حقها بالشكل التالي، يو سي سالب اي اس على اس، يو لابلاس يونت ستيب تي ناقص اي يحفظ يو سالب اي اس على اس. طيب وزع اللابلاس على العدد وعلى الترم الثاني، لابلاس اي على عبارة عن 3 على اس ناقص 2، لابلاس يونت ستيب حيكون لك اي اس سالب هذا هو هذا ايش سالب اي، يو سي سالبا باي اس على اس، بس انتهى السؤال، واضح؟ طيب وقف هنا إن شاء الله أكمل في الفيديو القادم.